الجزائرية ارفعوا علي شانها البراكنة، يرفعون الكاس في هذه اللحظات في صور للذكرى وفي صور تؤرخ لتفوق وتألق النهضة البركانية على الصعيد الإفريقي. السلام عليكم الأصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا لحظة تتويج فريق نهضة بركان باللقب ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز ديالو في النهائي على أورلاندو ديال جنوب إفريقيا. من بعد المباراة وصلت حتى لضربات ترجيحية والحمد لله جا الفراش في الأخير. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا هذا التتويج وانتم حكموا وعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. بقى لنا غير فريق الوداد، كنتمنى إن شاء الله هويا يجيب لنا اللقب باش يكون واحد العام رائع جدا للكره المغربيه. اصدقائي ديالي، باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو. ما تنساو تشجعونا بلايك، راني محتاج اللايك ديالكم، الله يسهل عليكم. ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو. المغاربين المغاربه عبد القادر يومير، كذلك الجنرال، هذا هو لقب محمد فاخر، رشيد الطاوسي، الحسين عموتة، طارق السكيتيوي، هؤلاء كلهم فازوا كمدربين مغاربه بلقب كاس الاتحاد على الإفريقي. ها والدور جاء على فلورون إيبينغ الذي خسر بالمناسبة نهائي الكاف ونهائي تشامبيونز ليغ مع نادي فيتا كلوب، ولكن يبتسم له الحظ هذه المرة مع فريق النهضة البركانية. يعني أن تعيش كل هذه الصعاب والمعاناة في الملاعب الإفريقية والتنقلات وتفوز بلقب الكاف، يجب أن يكون اسمك بركاني. أن تفوز على مازيمبي بأربعة أهداف، يجب أن يكون اسمك بركاني. أن تصمد أمام الهجمات الجنوب إفريقية، يجب أن يكون اسمك بركاني. فعلي رأسك يا بركاني، أنتو شرفتوا بلادنا يا البراكنة الحمياني 10/10، مباراة بطولية قدمة. إذا كان هناك لاعب يستحق إشادة أكثر من بقية اللاعبين، ولو أنني لا أريد أن أنقص من قيمة لاعب على حساب لاعب آخر، ولكن يمكن أقول بأن اليوم دور بطولي الحمياني اكتشاف لحارس مرمى ممتاز، لم يخيب ظننا في ركلات الترجيح ولم يخيب ظننا كذلك في المباراة، لأنه صاحب النصيب الأكبر من التميز. مشاهدينا الكرام، تحية كذلك لكل اللاعبين الذين بذلوا مجهود كبير على مدار هذه البطولة، منذ الدور الأول، دور المجموعات، دور ربع النهائي، دور نصف النهائي، هاهم الآن يكرمون، يتوجون في انتظار التكريم في مدينة بركان. الآن من حقكم أن ترتاحوا، تذهبوا لمدينة السعيدية بشاطئ الجميل بأجوائها الرائعة، ترتاحوا قبل العودة إلى الدوري المغربي الممتاز. السعيدية على فكرة هذه واحدة من المدن الجميلة جدا في شمال شرق المملكة المغربية، تتميز بشواطئها الرائعة جدا بهدوءها، وهذه فرصة للحديث عن السعيدية، لأن السعيدية قريبة من بركان وفيها مركز تدريب بالنسبة للنهضة البركانية. فرصة لأخذ قسط من الراحة في السعيدية قبل العودة إلى أجواء الدوري المغربي، لأن الموسم لم ينتهي بعد، وبالتالي عندهم مباريات في الدوري المغربي من أجل المنافسة على أحد المراكز الإفريقية. والله يعني أنا تمنيت أنه الكاف يعمل بنفس نظام الاتحاد الأوروبي، أنه الفائز بالكاف يشارك في دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى أنه الكاف يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة كتكريم للفائز بلقب الكاف أنه يشارك في الموسم الموالي في دوري أبطال إفريقيا. هذا سيشكل حافز بالنسبة للاعبين، نتمنى أن يحدث ذلك، نتمنى أن يحدث ذلك. إذن تكريم اللاعبين البراكنة، أوبيلا، تويسيلا، كيسيندا، كامارا، العربي الناجي، الهلالي، بكر، برافو بكر الهلالي رغم الإصابة، لكن لعب مباراة بطولية. لا ننسى بأنه بعض اللاعبين غير جاهزين بدنيا 100%، ولكن لعبوا اليوم بقتالية. النموذج طبعا بكر الهلالي، برافو العربي الناجي، برافو العربي الناجي. مباراة كذلك لا تقل قيمة عما قدمه لاعب بكر الهلالي. هادو من التوابت، من الأعمدة الأساسية في خط وسط الميدان. مشاهدينا الكرام، إيبينغي كذلك الذي تعرض لحادث سير منذ أسابيع، ولكن رغم الآلام ورغم المعاناة هو حاضر بجانب فريقه، يشرف على فريقه، بالتالي جات الفرصة ليكافئ هو الآخر بلقب كاف للأول مرة في مسيرته كمدرب. مشاهدينا الكرام، طبعا موسم إفريقيا لم ينتهي بعد،
لأنه بعد أيام قليلة يوم الثلاثين من شهر الحالي سيكون الموعد مع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري في مدينة الدار البيضاء تحديدا مركب محمد الخامس. طبعا تحية كذلك لكل من رافق النهضة البركانية، ذكرت فوزي لقجة، ذكرت سعيد الناصري، خليل الرويسي كذلك طبعا ضمن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نقول مبروك مبروك مرة أخرى لكل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة بهذا اللقب الغالي، وتتواصل مسيرة التتويج بالألقاب الإفريقية، هذا ثالث لقب على التوالي بالنسبة للكرة المغربية. في هذه اللحظات يظهر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هنا مصافحة لموتسيبي، مصافحة لموتسيبي، ولا ننسى طبعا الذي ساهم في هذا الإنجاز، ولا ننسى كذلك الجماهير، لولا الدعم الجماهير كذلك في بركان رأيتم الإبداع جمهور البركاني، هذا ليس بغريب عن ساكنة بركان وجمهور النهضة البركانية الذي أبدع في كل المباريات، وشفنا نموذج رائع جدا صوق بشكل جيد تيفو الجمهور البركاني والأورانج بويز في مدرجات الملعب البلدي لمدينة بركان. يصعد كذلك محمد العزيز، واحد من الأوفياء والمخلصين لفريق النهضة البركانية، تحية من رئيس النادي أيضا حكيم هنا. إذن في هذه اللحظات سيتم تسليم الكأس لقائد الفريق محمد العزيز، يرفع الكأس الإفريقية الثانية لفريق النهضة البركانية. لحظات تاريخية، صور ستؤرخ في مسيرة فريق النهضة البركانية. بالأمس القريب رفعوا الكأس في العاصمة المغربية الرباط، ولد يحيى كذلك إلى جانب موتسيبي الموريتاني مع موتسيبي في لحظة تسليم الكأس الإفريقية لرئيس النادي، وكذلك للعميد في هذه الأثناء محمد العزيز سيرفع الكأس، محمد العزيز سيرفع الكأس في لحظات تاريخية هنا بأويو النيجيرية. ارفعوا على الليشان هشانها البراكنة، يرفعون الكأس في هذه اللحظات في صور للذكرى وفي صور تؤرخ لتفوق وتألق النهضة البركانية على الصعيد الإفريقي. برافو بركان، برافو بركان، يعلي شان الكرة المغربية، يعلي شان الكرة المغربية ويعلي الكأس الغالية هنا في سماء نيجيريا. لقب آخر ينضاف إلى سلسلة ألقاب الكرة المغربية. إذن مرة أخرى مبروك، ألف مبروك، وعودة سالمة وآمنة للديار المغربية. هكذا يصور الاحتفالات، هكذا يصور الفرحة بالكأس الغالي، وأكيد الفرحة كبيرة في بركان وفي كل المدن المغربية في انتظار المزيد من الإنجازات. برافو يا رجال، مبروك لكم، وإن شاء الله القادم أفضل كذلك بمزيد من الألقاب. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، في مواعيد قادمة إن شاء الله الكلمة تعود من جديد لأحمد فؤاد في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء أصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، كنتمنى تعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركوا على داك اللايك باش هذا الفيديو هذا يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أما الناس اللي ما مشتركينش في القناة كنتمنى يشتركوا ويفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، كيف العادة كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. السلام عليكم.